سيطرت يعني على الحدود السورية، ومنفذ دخول الإرهابيين كان من الشريط الحدودي باتجاه العراق. فكانت هذه بداية يعني المخاطر اللي يتعرض لها العراق من 2013 لحد التحرير. أكيد نتيجة التحصينات اللي حدثت على الشريط الحدودي من أجهزة مراقبة، من كاميرات حرارية، من أبراج، من سياج منفاخي وغيره، أدى إلى منع تسلل الإرهاب وتكاتف الأجهزة الأمنية بالدرجة الأولى. هناك جهود أمنية وهناك جهود عمرانية من قبل الإدارات المحلية. المشاريع في قضاء القائم مستمرة، عودة النازحين بدأت، يعني العودة بدأت في قضاء القائم، عودة العوائل، القوات الأمنية متعاونة مع المواطنين، هناك أيضا حركة تجارية كبيرة في قضاء القائم، مما يدل على وجود الاستقرار في القضاء. قبل 5 سنوات كان منكوب، حاليا أعمار وتبليط وشوارع والمراكز الصحية والمدارس. مثل ما تعرف بداية التحرير كانت الحياة شبه، يعني جينا على حياة معدومة، حياة لا خدمات لا كهرباء لا ماء. اليوم الحمد لله انه بعد فرق كبير، اليوم اكو اسواق، اكو خدمات، اكو كهرباء، يعني بشكل عام تعليم، كل شيء خلينا نقول متوفر بفرق كبير عن 5 سنوات ماضيه.